كنت أظن أن الكفار يشربوا الخمور فقط في ليلة الإجازة، يعني مرة واحدة أو في ليلة واحدة في الأسبوع مثلا، لكن سبحان الله اتضح لي أنهم يشربوا الخمور في كل وقت، ويشرب الخمر الواحد منهم أقل ما يكون 3 مرات في اليوم. يشرب مثلا في الليل، ونسأل الله العافية السلامة، عندما استيقظ في الصباح يكون يعني ألم شديد، صداع كبير من أثر الخمر، فيداوي هذا الألم بالتي كانت هي الداء، وداوني بالتي كانت هي الداء، يداوي الخمر بالخمر. يذهب إلى العمل وقبل أن يدخل إلى بيته يشرب الخمر، بل البعض نسأل الله العافية السلامة لا يشرب الماء، يقول أن شرب الماء ضياع يعني للزمن للوقت، ولماذا يشرب الماء؟ نسأل الله العافية السلامة، فهو يشرب الخمر أكثر من شرب الماء. وبعد هذا يوجد من المسلمين من يعجب بالكفار.